اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل كلاش اوف كلانز. شاشة سوداء، نقوم بالضغط هنا على ضبط الاعدادات، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا، بعدها سوف نقوم بايقاف اعادة تشغيل الواي فاي خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالذهاب الى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين المؤقت، ثم سوف نقوم بايقاف اعادة تشغيل الواي فاي خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالذهاب الى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن كلاش اون كلاس، من ثم سوف نقوم عندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيت من تحديث تطبيقكم كلاش اوف كلانس. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على